مشاهدينا ننتظر لحظة قص شريط القطار المتجه إلى بلاد أوروبا، فليتفضل سيادة الرئيس هيئة قطاع السكك الحديدية. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. النهارده يوم سعيد، مصر كلها بتحتفل لاول مره قطر مصري هيوصل لغايه اوروبا. تمام يا فندم، بس انا عرفت ان القطر ده هو ذات نفسه القطر كان بيروح اسوان. ايوه فعلا يا فندم، هو هيوصل لغايه اسوان وبعدين يروح على اوروبا على طول. طب حضرتك اسوان كده واوروبا كده، فخير ان شاء الله. هما بعدوهم؟ بعدوهم؟ ايوه، هو فعلا هيوصل لغايه اسوان وبعدين يلف من فوق كده زي الرولر كوستر وبعدين يروح اوروبا. يعني هيلف ازاي؟ زي الرولر كوستر. الرولر اللي هو بتاع الملاهي حضرتك، اللي هو زي الرولر كوستر. هلا هوبا هلا هوبا، هي كده صح؟ انت ما بتركبيها اسمها هلا هوبا؟ ايوه ماشي. بس هو احنا هيقابلنا مشكله يا فندم، ان الناس اللي بيسطحوا فوق القطر، ايوه، لو القطر وصل لغايه اسوان ولف عمل زي الرولر كوستر، الناس اللي فوق السطح بتاع القطر هيقعوا. بالظبط. عشان كده ان شاء الله انا رايح اوروبا هشتري قطر جديد، وهشترط عليهم انهم يعملوا احزمه للناس اللي هيسطحوا فوق القطر. تمام. بحيث وهو بيلف زي الرولر كوستر هي ايه يقوم هوبا وريح الدنيا. هيبقى لا معلش، كل واحد وثقافته. طبعا ماشي يا فندم.